السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم اخوكم بسام من قناة جيم اوفر، تعالوا نحل جيم اوفر. واليوم بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز، او خلونا نسميها الحل الكامل لدارك سولز ان شاء الله تعالى. معانا صديقتنا سوفيا، كيف حالك سوفيا؟ مبسوطة يا اخوي. اوكي في الحلقة اللي فاتت اللي ما شافها يضغط على رقم واحد فوق او في الديسكربشن تلاقيها الحلقة الاولى. في الحلقة الاولى تقريبا لعبنا ساعة، اعذرونا يا شباب بعد الدقيقة 46 كان في تشويش في الصوت لانه مدة الفيديو كانت طويلة وسوني فيجاس هو اللي عدم ليها. ف اللي صار انا برضه حطيت لكم فيديو ثاني كيف يعني تجيبوا الايتمات، انا قد سويت الفيديو من زمان فحطيته مرة ثانية. فاللي صار في الفيديو اللي فات انه لفينا ليفل 19، جبنا 5 تروفيات، انضمينا لمجموعتين، مجموعة الجريفلورد ومجموعة الويف وايت. انضميت لمجموعة الجريفلورد عشان اخذ السلاح هذا العجيب. وغير كذا جبنا كم تروفية، جبنا كل الايتمات الحلوة، اسلحة جدا رهيبة، دروع، فلة، يعني تمشيك في البداية. والحين ان شاء الله تعالى بنبدأ فعليا دارك سولز بمشيئة الله. خلونا نبدأ. نقصتني فلوس، كنت بلفل بس نقصتني فلوس، ما في مشكلة. فحنبدأ دارك سولز. طبعا عندنا هذه زي ما تقول المقر الرئيسي اسمه فايرلينك شراين. يمديك تنزل تحت، يوديك منطقة الأشباح، يمديك تروح من هناك، يوديك منطقة الهياكل العظمية، يمديك تطلع من هنا. فعليا أنا أنصحكم تبدأون من هنا. وعلى العموم أنا قررت إني أعدل شوية في التلفيل حق سوفيا، لأنه بما إنه هذا شرح حل كامل فلازم لازم لازم أعلي الانتليجنت، لأني لازم أشتري ضربات الانتليجنت، لأنه ما حيبيعوا لي انتليجنت إذا كان الانتليجنت حقي قليل، بالذات الانتليج ضربات السحر حقت البيج هات. ف يا ان شاء الله هحط لكم اياه في الديسكربشن. حيكون تلفيل خرافي، يعني احتمال اني اوصل شخصيه سوفيا ليفل 200، احتمال كبير اني اوصل شخصيه سوفيا ليفل 200، لاني بحاول اني اجيب كل شيء. فانا حلفل قد ما حقدر، يعني ما حوقف على ليفل معين. يعني ذي الشخصيه سوفيا صديقتنا ما حتكون ليفل معين، يعني ليفل 100 زي ما قلت لكم، فاعذروني لانه لازم اجيب لكم التروفيات كامله. فلازم مثلا نخلي الانتليجنت شويه عالي عشان نقدر نجيبها. فانا حقعد الفل وقت بتجيني سولز حلفل، فما حوقف. انا حطيت في بالي حوقف ليفل 200، فححط لكم اياه في الديسكربشن اللي هو الشخصيه كيف حتكون في ليفل 200 تقريبا. يعني حخلي السترينث والدكسترتي 40 40، الانتليجنت والفيث 34 34، ايش كمان الاندورنس والفيتاليتي 35 35. فا يا هذا تقريبا يعني. وحعلي التنمنت عشان اقدر اشيل ضربات سهل. ايوه الايتم اللي اخذته قبل شويه من هناك اسمه رينج اوف ساكرفايس. الرينج اوف ساكرفايس فايدته انه اذا مت ما تروح منك فلوس ولا هيومانيتي، بس ينكسر الخاتم ويخرب. ف يب استعمل في الاوقات الحاسمه. فالنطه هذه اللي سويناها هنا، تجري عادي وتضغط دائره مرتين يسوي النقزه هذه، فزي كذا انت توصل هناك. فخلونا نكمل نطلع فوق. جريفلورد بطل، هذولا سهلين اذا انت رحت مشيت معايا، رحت جبت الجريفلورد. جريفلورد حيفك لك ازمه في البدايه. شوفوا كيف ضعيفين 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 مره. جريفلورد جدا بطل. وفي كمان ايتمات يمدينا نجيبها، وبالايتمات هذه نطور السلاح ونقويه زيادة. عرفت كيف؟ فهذه سولز عندي اوه 5 هيمانيتي، ما حستعمل هيمانيتي، عندي 5. احس انه والله بدي استعملها. هذول الوحوش اللي هنا على العموم يعني يعطوك هيمانيتي كل ما تموت يطيحوا لك. وفي تحديث جديد، يعني في التحديث هذا 1.06 انا اظن نسيت اني اذكر حاجه في الجريفلورد. الجريفلورد يا شباب يعني عدلوه شويه. هذا السلاح يسوي توكسيك، خليني اوريكم تحت، يسوي توكسيك 300. فيقول لك انه لو سويت الواحد توكسيك في احتمال في احتمال انك كيف يعني تسحب هيومانيتي من الشخصيه هذيك، تسحب هيومانيتي. فمو احتمال ان تجيك هيومانيتي، احتمال. فما هو شيء اكيد، يعني مو دائما كل ما تجيب له توكسيك يجيك هيومانيتي، لا يعني نسبة تناسب. زي خاتم النحل لما تحطه بعض الاحيان يتغير شكل الباك ستاب او الفرونت ستاب. ف في الخاتم يغير لك الشكل، فما هو شيء اكيد، شيء احتمال. فهذه نفس الشيء، احتمال انه ممكن يجيك هيومانيتي. فهذه قبل ما نخش من الباب هذا في هنا ننزلها. اخذنا هنا السولز، شيء حلو. هنا على اليسار انتبهوا حيكون في شخص لطيف دائما ارفع الدرع، اظن هو سمعني وجاي شكله. دائما ارفع الدرع، هذا هو. على طول نصد نضرب، يمديكم تصدوا كل ضرباتهم، ويمديك برضه تصد بالسيف نفسه، حيجيك دمج بس مو دمج كثير يعني. هذا شكله طاح المسكين. شوفوا هذول هنا يمديكم تشوفونهم اربعة يستنوك بس توصل. ف يب، لكن انا هديهم واحدة قبل ما يجون. خذ، اوبس، هذا واحد، وهذه ربش. هذا ربش ما له صلاة، ما يفيدك في اللعبة يعني بشكل كثير، لكن اذا في مخلوق في منطقة البداية الغراب او المعروف بالغراب، اذا اعطيته ذا الايتم يعطيك تايتن شنك اللي هو ايتم تطوير وايتم جدا نادر، فشيء حلو. ما دام هي يعني لو تيجي تقراها يقول لك هاز نو فاليو، يعني ما لها اي قيمة. فشوفوا هنا كمان بنسوي النطة رجعتنا. الحين احنا اخذنا الايتمات اللي تحت، فانا زي ما قلت لكم شباب هحاول اني اغطي كل شيء، اجيب كل الايتمات في كل المنطقة، يعني كل منطقة اخشها بحاول اني اجيب كل شيء، كل حاجة ان شاء الله تعالى. فهذه قبل شوية اخذنا سولز اوف ذا لوست اندد. فهنا احذروا احذروا احذروا، اول ما بتقرب بيطب بدا الشخص اللطيف، شخص لطيف طب. فهذه اسمها الاندد باريش. اوبس، حلو. في شباب كثيرين سالوني قالوا لي ايش الدائرة هذه؟ ايش الدائرة هذه البيضاء؟ انا كنت زيكم ما اعرف ايش حرجتها، لكن قريت عنها وتعلمت ان الدائرة دي فائدتها معناتها او تلاحظون يعني تشبه الدائرة حقت الديفاين. فمعناتها انه في واحد، هذه ما تطلع الا في الاونلاين على العموم. في واحد، شوفوا خلاص راحت، في واحد استخدم ضربات ميركل، واذا الدائرة ذي طلعت كل الناس الثانيين اللي كلاسهم فيث او يطلع لاي احد. لكن ايش فائدتها؟ فائدتها انها تقوي لك ضربات الميركل، تقوي لك بشكل بسيط، يعني مو بذاك الفرق بس تقوي لك بشكل بسيط. فهنا انتبهوا في واحد جوا راح جابني لكن جلدناه. ف يب، هنا حنلاقي تقريبا اول بياع في اللعبة، فحنكلمه. هذا ممكن تذبحه يعطيك سلاح وتشيتانا، لكن انا ما انصحكم انكم تذبحونه، بس انا بتاكد من شيء قبل. بتاكد انا ما رحت الغابة، ما جبت خاتم الذيب، ما في مشكلة، نحاول نروح نجيب ان شاء الله بالطريق الصحيح. فحنكلم البياع اللطيف، حنشتري من عنده كم حاجة. عنده الريبر باودر. هذه الريبر باودر بدل ما تروح وتصلح سلاحك عند الحداد يمديك تصلحها في وقتها. هذه ثرونج نايف، ترمسكاكين، هذه قنابل، هذه اللي شرحت لكم، هذه اذا انت لعبت اونلاين يمنع العدو من انه يشرب، فجدا جدا حلو مفيدة. هذه الاورنج، هذه يمديك تحط رسائل، ما يمديك تشتري الحبة، تحط رسائل. فدحين هذا يبيع لك الريزنت كي، حنحتاج هذا، يبيع لك الصندوق. ما حشتري منه الحين لانه غالي ب3000، حشتري من واحد ثاني يبيع لي اياه ب2000، فما حشتري منه، لكن حشتري من عنده الباتملس بوكس. فهذا الباتملس بوكس يبيع برضه شغلات حلوة ثانية، الداجر، الريبر برضه حلو. تقريبا أسلحة كثيرة، يعني مثلا هذا السلاح اللي يبدأ فيه الساحر، هذا السلاح اللي يبدأ فيه الهنتر، هذا السلاح اللي يبدأ فيه الوندرر، الريبر لا، هذا السلاح اللي يبدأ فيه البايرومانسر، هذا السلاح اللي يبدأ فيه الدبريف على ما أظن، هذا سبير، شورت بو، هذا برضه من الأشياء اللي يبدأ فيها الهنتر، وهذه دروعهم على ما أظن. فيمديك تنقي وتختار ايش تبغى. فانا باخذ الداجر، وحشرح لكم بعدين ان شاء الله ليش انا اخذتها. وممكن اخذ حبة ريبر. الاشياء الثانية ما اظن اني حاخذها، لكن بشتري لي اسهم من عنده. بشتري لي كم حبة يمدينا اخذ؟ 40، والله هذه غالية، باخذ الستاندرد العادية مع 10. نشتري من عنده 200 حبة. يصير الحين انا قدي اخذت البو حقة الهنتر. اين انت يا بو؟ هذه هي البو اظن يمدينا استعملها. يب، يمدينا استعملها، ونحطها هذه. خلينا نشوف يمدينا نتشقلب. حلو، يمدينا نتشقلب، ممتاز. خلونا نكمل دحين. يمدينا نرجع من محل ما جينا، وفي برضه من هنا طريق، نروح هنا طريق ونشوف ايش فيه. طريق مسدود من على اليمين وهنا في كم واحد، فخلونا نستلمهم بالاسهم. بالاسهم يموتوا يعني. شوف احنا تونا اشتريناها، يمديك تستعملها على طول اذا ما تبي تتفاهم معاهم، لان المجموعة في اللعبة دي حاول انك تتفادى المجموعات، واي شيء تشوفهم مجموعات حاول تسحبهم بالاسهم. فشوف دحين ما ضيقوني ولا حاجة، ولكن لو قربت منهم كلهم حيخش عليه في وقت واحد. صح انهم سهلين بس تحسب اللي يطاري احسن لك، يعني ما تخش فيهم. فالحين هذا نطلع من السلم، وفي ايتم هنا، وفي نقزة هنا يمدينا نسويها النقزة الرائعة. فالنقزة هذه لازم تجري وترمي نفسك، فحاول انك تطل على الباب صح، تاخذ لك مسافة وتجري وتعلق على دائرة مرتين وتوصل هنا. شي حلو، وصلنا. لا ترمي نفسك، لانه انت جيت عشان تطلع فوق، لانه فوق حتلاقي كروسبو، لايت كروسبو، شي حلو. فنشوف مين اقوى، هذه ولا هذه؟ طبعا هذه ما يمدينا، لا والله هذه ما تاخذ بونس من اي شيء، ما تسوي لك دمج كثير، لكن اللونج بو افضل. فهذا برضو ثاني ايتم. زي ما قلت لكم انا بحاول اني اغطي كل حاجة، وبجيب كل شيء في التختيمة هذه، بحيث انه في التختيمة الجاية احاول اني اسوي لها تشطيب يعني، مع انه انا ححتاج اني اختم 3 مرات ان شاء الله تعالى. بس انا ماني شايل همها، لاني ما حوقف على ليفل 100، فحقعد الفل قد ما اقدر قد ما اقدر يعني، الين لما انهي التختيمة الثالثة ممكن اوقف. فدحين هذا الباب عادي تفتحه، هنا حتلاقي شيلد، وودن شيلد، ما حتستفيد منه الا اذا انت والله ما مشيت معايا في الحلقة الاولى وما جبت الايتمات هذه، فاستعمل ذا الشيلد او اشتري الهيتر شيلد من البياع. فالحين حنريح عند اول بونفاير، ريحنا عندها. لو تلاحظون هنا في سلم، بس السلم ناقص، في شوفوا في واحد نزل، لكن يمدينا نفك هذا الطريق مختصر من فوق. فالحين بما اننا ريحنا كل الوحوش يرجعون، فحنموتهم مرة ثانية. وحلو انك تقعد تموتهم مرتين يعني، تجيك فلوس، شي حلو. وسهلين يعني، اذا معاك الجريفلورد والله ما حيتعبونك مرة مرة مرة، ما حيتعبونك. خذ انا قاعد افكر اخذ من عند البياع شيلد كذا ما احتاجه. خلينا نشوف الشيلدات، ما كويس عندي شيلدين ما احتاجها، لانه في تطويرات تحتاج انك تطور شيلد عشان تطور دروع. فا اوكي الحين بنكمل. هنا برضه في حركة يعني، شوف هذول يرموا على القنابل، يمديك مثلا تطلع الاسهم تتخلص منهم قبل عشان ما يزعجونك. جبنا اول واحد، هذا بحاول اجيبه هيد شوت بس يتحرك كثير. حلو جبناه هيد شوت، ما مات لان المسافة بعيدة فينقص الدمج. حلو جبناه فيه، هذا ما اظن اني اقدر اجيبه فيه، لازم من تحت من هنا على ما اظن. يب من هنا نقدر نجيبه، ما هو ذاك الدمج لكن نفتك منه. وانا انصحكم يعني تتخلصون من ذي الاشياء، يعني ممكن تموت موتات غبية في ذي اللعبة، يعني ممكن تطيح، بس زي ذول الوحوش يعني معاك بو استخدمها، يعني لا تصير قهروت، استخدمها ما دام انك جبتها، استخدمها اشتري لها اسهم. الاسهم والله مفيدة 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 في اللعبة، وحتشوفون يعني كيف انها مفيدة ولو تلاحظون جاتني هيومانيتي ترى مفيدة يعني، بالذات في التختيمات الجاية وزي كذا، بالذات في المجموعات واللي قدام لما تقدم في اللعبة ما تبي تخش فيهم، ما تبي تخش فيهم مرة. بيري، اوبس ما قدرنا نسوي له بيري، بس ردعنا ضربته اهم شيء. هنا نلاقي فيه نلاقي صندوق فيه له بلاك فاير بوم. بلاك فاير بوم جدا بطلة رائعة جميلة، واظن في واحد يشتريها، في واحد قدامي يبيعها لك، فا يب لا تشيل هم. هذول سهلين، تفادى ضرباته، اضرب. هذا الباب مقفل ما يمديك تفكه الا اذا انت اشتريت ريزنت كي. ريزنت كي اللي هو هذا، ريزنت كي يقول لك افتح بعض البيبان اللي في الاندربرج، هذه اسم المنطقة اندربرج. فشوفوا دحين يوزد ريزنت كي، فتحنا الباب، تخش من جوا تلاقي برضه صندوق، ونلاقي فيه له ضربات رعد او ضربات كهرب، ونقصوها نقصوها يا شباب، نقصوها. اول كانت تعطيك 3، لا والله 3 اللي حاولت شفتها 2، كويس 2. والحين شوفوا هذه برضه فائدة الأسهم، هذا إذا طلعت من الدرج حيرمي يسوي لك فخ، فتخلص منه من هنا، أعطيه هيد شوت، وهذه حطيه وعالج نفسه. أهم شيء إحنا تخلصنا من الفخ، يعني هذا كان هدفنا في الحركة هذه، أنا نتخلص من الفخ. الحين قبل ما نروح لهم خلينا نطلع فوق هنا، مش لأن في آيتم. انا اكره الناس اللي يحطوا رسائل كذا عند الاشياء، يعني تلاقي الرساله يقول لك اوه سلم، يعني بالله عليك يدينا نشوف هذا السلم. فانتبهوا هنا بعض الرسائل الكذابه، انتبهوا يعني شوف هذا يقول لك بي ويري اوف فول، اوه كويس هذا قاعد يحذرك يقول لك انتبه من الطيحه، كويس. في ناس لا يجي يقول لك تراي جامبينج ولا يستهبل عليك، وفي ناس تنقز. انا كنت اسويها عن نفسي، يعني كنت اصدقهم، اوه والله شكله في ايتم وانقز. فانتبهوا من الرسائل مو كلها صادقة. هنا أول ما تطلع هتلاقي هذا اللي يرمي عليك باللايت كروسبو، مرة سهل زي ما قلت لكم، ذي المنطقة جدا سهلة إذا أنت جيت معك سلاح الجريفلورد. هذولا أول ما تقرب حيهاجموك على طول، فنضربهم. هذا أول واحد وهذا أوف ما زبطت فيه، خلونا نعالج. أنا أبغاه يضرب، أصد ضربته بعدين أضربه، لأنه دائما هذا مدافع 24 ساعة. حقين الرمح دائما يدافعون. هذول أعطوني ايتمين، خلنا نشوف الخوذة ايش هذه، والدرع نايس حظي حلو. اوكي الحين يمدينا نطلع فوق، بس قبل ما نطلع بنروح يمين، وهنا حاولوا انكم تمشون لأنه في بلاك نايت، هذا بلاك نايت يعتبر من الشخصيات القوية في اللعبة، فيمديك تمشي على مهلك وتعطيه باك ستاب. بس إذا أنت جيت بالجريف لورد أعطيه 3 ضربات وهو ميت، أضرب بسرعة. فإحنا بنحاول أن نعطيه باك ستاب، ما قدرنا. بس شوفوا شلت ربع طاقته، أكثر من ربع طاقته. هذا حيموتني شكله، حسبي الله عليك، أهدى 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 بشباب. هذا لو زي ما قلت لك لو معك الجريف لورد اضربه 3 ضربات بالضبط حيموت، لانه جدا جريف لورد قوي. فانا حستنى يضرب، اها شوفوا كم 206 وهو ميت. اذا ما تبى تعطيه باك ستاب تعال له جاري يعني تعال له زي كذا جاري واديله بار 1، هذه حتصير له دمج عالي. هنا برضه حنلاقي خاتم، مفيد في بداية اللعبة اذا انت ما مشيت بال البداية حقتي، إذا أنت مثلا تبي تبدأ على طول هذا الخاتم يفيدك، لكن ما أنصحك تحطه إذا أنت معاك ذول الخاتمين. إذا معاك الهافل ومعاك ذولا مفيد، يعني إيش فائدة الخاتم هذا؟ إنه يقوي لك الدفاع إذا نقص ال HP تحت 30%، فيعتبر هذول الخاتمين الأحمر والأزرق أخوان. يعني هذا إذا نقص ال HP يزود لك الأتاك، وهذا إذا نقص ال HP يزود لك الديفنس. فإذا لبستوا الاثنين ونقص الاتش بي حقك تحت النص تحت 30% حيقوي لك الاتاك والديفنس. هذا برضه طريق مختصر يوديك للهافل، احنا قدنا هزمنا الهافل فما يحتاج ان نروح هناك. فالحين حنكمل نطلع فوق، وهنا هذه بوابة في زعيم هنا. بس قبل ما نروح هنا في ذا الصندوق حتلاقوا سحلية، فحنضربها على طول عشان ناخذ الايتمات من عندها. حلو اعطتني تايتن شنك وتوينكلن تايتن، ايتمات تطوير كلها نادرة. توينكلن تايتن يمديك تشتريها بعدين. فشوف الزعيم هو هناك، ما ينزل الحين، ينزل لك شوية. بس قبل ما تطلع يعني قبل ما تروح له اطلع فوق وتخلص من الاثنين اللي هنا، في اثنين يرمون عليك اسهم قلق درجة اولى، ف معاهم سيوف معاهم لايت بور، فتخلص منهم زي كذا. خلصنا منهم يجي حلو. فالحين بنعالج، خلينا نشيل الاشياء ما نحتاجها، نشيل بس مويه. فانت بس مجرد انك تقرب هو حينزل، اول ما تشوفه ينزل داور على طول، داور واطلع السلم. ليش؟ يصير نسوي بالحركه ذيك اللي هي البلانجينج اتاك، ننقز عليه ونضرب يشيل من دمه كثير. فهو دحين حيلحقني، شوفوا لحقني جاء. اذا طولت انت فوق حينقز عليك، فدبوب شوفوا كم، خلاص ما بقي الا ربع طاقته، خلاص باي باي. شفتوا كيف سهل الزعيم هذا؟ جدا سهل يا شباب. اذا انت هزمت اللي فوق ونقصت عليه وجبت الجريفلورد يعتبر جدا بسيط، جدا سهل. ايش هذا؟ ترايتيل. ما في سحليه هنا ولا ما ادري. لا ما في سحليه، يضحكون عليك. هنا ورا الصندوق هذا فيه ايتم، ناخذ الايتم. اوبا، نكمل في النزله. وهنا حنلاقي سلايت برو، هذا رهيب، يعطيك ايتم اللي هو عشان تقدر تساعد ناس في الاونلاين. الحين اول مره يكلمك، بس ثاني مره لو تكلم ويسالك يقول لك ايش رايك نساعد بعض، فنقول له يس. يا هذا فل تبغاه يساعدك، يعني حيساعدك في 4 فايتات، فنقول له يس مره ثانيه وحيعطيني ايتم اللي هو وايت سايز سوب ستون. هذه تسمح لك انك تحط علامتك والناس تستدعيك، فشيء مره 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 حلو يا شباب. فهذه نهايه الحلقه يا شباب، اتمنى الحلقه دي عجبتكم. انا عارف انها قصيره 20 دقيقه، لكن انا ما ابغى الحلقه تكون مشوشه او اي شيء، لكن حاحاول اني انزل لكم حلقات باستمرار. ففي الحلقه هذه الحمد لله خلصنا الاندد وهزمنا الزعيم حق المنطقه، ان شاء الله تعالى في الحلقه الجايه حنمر من الجسر وحنكمل منطقه الكنيسه ان شاء الله تعالى. يلا شباب، كان معكم اخوكم بسام، وفي امان الله.